دكتور أيمن منصور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً معنا بحضرتك. سعداء جدا بوجودك. أنا اللي أسعد بوجود حضرتك. شكراً. وشرف بي أن أنا وأنا بقول يعني. الحقيقة يعني ما بنقول أهلا بحضرتك والدكتور أيمن منصور، لكن واضح أنه في أكثر من دكتوراه، يعني في 2 ماجستير، في 2 دكتوراه، والثالثة في الطريق. بسم الله. حقيقة؟ هي حقيقة يعني الحمد لله. أنا حاصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة. أيوه. في الإعلام الدولي والرأي العام. ثم اتجهت اتجاه آخر إلى العلوم السياسية. وأخذت ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ثم سافرت إلى الولايات المتحدة. إلى جامعة سيراكيوز، حيث حصلت على دبلومة في الإعلام الدولي. ثم بعد ذلك التحقت بدكتوراه في العلوم السياسيه في جامعه جورجيا الامريكيه في تخصصين. التخصص الاول اللي هو امريكان بوليتكس، السياسات الامريكيه، والتخصص الثاني كان الاحصاء ومنهج البحث. وحاليا انا مسجل درجه الدكتوراه في النظريه السياسيه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. وأنا مش شايف إن هو امتداد أفقي، أنا حاسس إن هو كلها بتخدم على مشروعي العلمي اللي أنا متبني. الإعلام لوحده أو الإعلام وحيدا هو مثل الكأس الخالي من الشراب أو الخالي من أي حاجة، لا يفيد. فأنا لابد أي دارس إعلام أن يكون دارسا لأحد العلوم البينية، قد يكون سياسة، قد يكون اجتماع، قد يكون علم نفس. أما الاقتصاد أو الاقتصار على الإعلام فقط فهو اقتصار على الشكل فقط. باعتباري متخصصا في مجال دراسات الرأي العام والاتصال السياسي، فكان لابد من الانفتاح على المدارس الفكرية الأخرى وعلى العلوم الأخرى حتى أستطيع أن أنا أقدم شيئا متكاملا في مجال تخصصي. يعني وجهة نظر حقيقة جيدة وجديدة علينا إلى حد كبير. يعني حضرتك بتقول أنه من يدرس الإعلام هذا ليس بكاف. لا. لابد أنه الإعلام يكون الإعلام مع الإعلام وحده لا يكفي ولا يفي، وده أحد أسباب مشكلتنا الإعلامية. لابد أن تكون هناك خلفية معرفية، قد تكون ثقافية أدبية، أو قد تكون علمية بمفهوم العلوم نفسها، أو قد تكون سياسية أو اقتصادية. الحقيقة يعني وجهة نظر جيدة، وأعتقد أنه العاملين في مجال الإعلام بيشعروا بما تقوله حاليا. يعني لابد من الجمع بين دراسة الإعلام ودراسة أخرى.